وسهلا بكل مستمعينا فين ما كنتوا. مرحبا دائما بالتواصل ديالكم هذه المره من خلال رقمنا الواتساب اللي هو 07 02 02 40 40 على شاده اف ام. مع فقرة حلوة العيد مع إيديال، شاركي معنا الصورة والوصفة ديال الحلوة اللي وجدتي لعيد الفطر المبارك باستعمال منتوجات إيديال. إيديال مع كل أمهات للحياة. ألف مرحبا بكل السيدات والسادة اللي كيستمعونا في مختلف دائما المواضيع، مختلف فقراتنا. مرحبا باش أنكم تشاركوا معنا، مرحبا باش أنكم دائما تعطيونا الآراء ديالكم وتعطيونا كذلك المشاركات ديالكم. اليوم حلوة العيد دائما من خلال التواصل ديالكم كتشاركوا معنا حلوة ديال العيد، أكيد خاص تكون فيها المنتوجات ديال إيديال. هذه المنتوجات هذه اللي استعملتيو فهي اللي كتعملوها في الصورة مرفقة مع الحلوة ديال العيد ديالكم، وكت ترسلوها لنا على رقم ديال الواتساب اللي هو 07 02 02 40 40. وكل نهار عندكم هدايا اللي هي عبارة عن أجهزة منزلية صغيرة بالصحة والراحة. اليوم معنا هاجر. هاجر السلام عليكم. عليكم السلام. لاباس عليك؟ أمورك هانية؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يحفظك ليا. هاجر فكريني غير من الرباط. هاجر من الرباط ياك؟ نعم. هاجر شاركتي معنا في المسابقة ديالنا، شنو درتي واحد الحلوة اللي هو المعلكة؟ معلكة ديال كاوكاو درت فيها الخمارة ديال إيديال والفانيد إيديال والكاكاو ديال إيديال. واخا اجي ناخذوا دابا الطريقة ديال التحضير والمقادير بجوج بهم في خطرة. واخا أيه. خدينا نص كيلو ديال كاوكاو إلا كان بقشور تنحمروه قسمين ونفركوه، ما كان بلا قشور تنحمروه 10 ديال الدقائق كندهنوه بالزيت وندخلوه للفران. تنقبطوه تنطحنوه، ماشي تيطلق الزيت غير يولي بحال السميده رقيقه. ايوه. تنديروه في القصريه تنزيدوا عليه 3 د البيضات. ايوه. قبيصه د الملحه. نص كاس ديال السكر، ممكن بنادم يزيد، ما كنديروا لها السكر بزاف حيت كنفندوها في السكر. كنديروا جوج خنيشات د الفاني. ايوه. خماره ونص. نص كاس ديال الزيت. ايوه. كنديروا جوج معالق ديال الكونفيتور ولا ديال الجليكوز. وتنقبطوا داك الكاوكاو اللي طحنا، ما تنخويوهش كامل حيت غنخرجوا منها جوج ديال الشكيلات. أيه. كنقصوا منها واحد الزليفه في قنيت وكنخويو الكاوكاو المطحون. كنخليو الزليفه مطحونه. كنقبطوا النص الاول قسمناه على جوج، النص الاول كنزيدوه نص كاس ديال الكوك. وكنجمعوه بشويه ديال داك الكاوكاو اللي مطحون. أيه. وكنشكلوها كويرات تندخلوها في بيض البيض وتندوزوها يا اما في رقائق ديال الكاوكاو او ديال اللوز ايفيلي. نعم. وتنحطوها في لاطة الفران. الجزء الثاني كنزيدوه خنيشه ديال ايديال الكاكاو ديال ايديال وكنجمعوا بداك الكاوكاو اللي بقى لنا مطحون. ايوه. تندوزوها في السكر كلاصي، كنمرمدوها في السكر كلاصي وكنزيدوها شويه على الوسط وكنضغطوا عليها بصبعنا في الوسط ديال الغريبه. نعم. وتنحطوها في الفران وتندخلوها الفران مشعول من الفوق ومن تحت حتى كيسخن مزيان. في الاول كنحطوا اللاطة في الوسط باش تفركع، ملي تتفركع تنهبطوها لتحت وتنطفيو الفوقاني وتنخليوها ما تاخذش وقت بزاف. ايه. لان كاوكاو محمر غير تقريبا واحد ربع ساعة ولا ثلث ساعة. والصحة والراحة لاله جميل. بالصحة والراحة ليك وعواشرك مبروكة وتنتي بالصحة والراحة. شكرا إيديال المسابقه ديال الحلوى ديال العيد. الله يحفظك وتنتي بالصحه والراحه. الاله ديال البانيني مرحبا بك باش انك تسلمها. شكرا لك بزاف. شكرا لك وعواشر مبروكه هاجر. شكرا لك. غدا ان شاء الله عاود. شكرا لك بزاف. غدا عاود ان شاء الله نشوفوا مشاركه اخرى او مشاركه علاش لا. تشاركوا معنا دائما بالحلويات ديالكم ديال العيد. كل مره كنختاروا حلوه من الحلويات اللي كتبعتوها لينا، فقط تكون الحلوه فيها المكونات ديال ايديال وكتصيفطوا الصورة ديالها مرفقة بالمنتوج اللي استعملتيه في القلب ديالها، وهالرباح إن شاء الله ليكم اللي هو عبارة عن أجهزة منزلية صغيرة بالصحة والراحة. دائما التواصل ديالكم على رقمنا الواتساب اللي هو 07 02 02 40 40 على شاده اف ام. وانتي وجدت